جريمة أو نازلة جديدة في أجدير حول عنوان التسويق الهرمي. الشبهة تحوم حول شاب هو الآن في حالة فرار. بعض من الضحايا تحدثوا لحسن بن رابح ولرشيد لطفي بين أجدير والرباط عن روايات يصطدم فيها النصب مع الرغبة في الربح السريع. خيوط القصة نسجت عبر منصات التواصل الاجتماعي، والشرك نجح في اصطياد أشخاص كثر تحت يافطة التسويق الهرمي. عملية نصب جديدة بطلها شاب في بداية العشرينيات ينحدر من مدينة أكادير. لا أحد يعلم متى بدأ عملية إغراء اصطياد ضحايا تحت تأثير طمع الربح السريع. كل ما نعرفه أنه اختفى برفقته 15 مليار سنتيم، والضحايا خسروا كل شيء، الربح المزعوم ورأس المال المرهون. عبر المواقع التواصل الاجتماعي دخلت لقيت واحد الاعلان حاطين فيه شي استثمارات وشي ارباح. هي هذيك اتصلت بواحد البنت جاوباتني، قلت لها شرحي لي، شرحات لي هي هذيك استثمرت معها انا الاولى. من بعد سيمانه اتصل بيا قال لي الارباح ديالك، جيت عطاني الارباح ديالي ممتازه صافي. هذيك زعموا البنات حتى هما دخلوا من بعد ربحوا حتى هما شويه ثاني. حنا دوك الخمسه دخلنا واحد كل وحده دخلت 8 من 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 الوسط ديالها، صدقنا حنا 40، هذوك ال 40 استمرنا ب 50000 ريال لواحد، عطانا فيها من بعد 16 يوم بالضبط عطانا فيها 20 مليون، وقال لنا راه غنعطيكم فيها اربعه المرات، وفعلا عطانا فيها جوج المرات صافي. هذيك تما تبارطاجات الفكره، وبقى كل واحد كيبارطاجي مع عائلته مع جيرانه مع احبابه حتى كبر الريزو. المتحدثة أرملة تنحدر من مدينة شيشاوة، هي واحدة من الضحايا البالغ عددهم حسب مصادر غير رسمية قرابة 5000 ضحية. دخلوا نفقا مظلما من حيث لا يدركون، من الدار البيضاء إلى الرباط. شهادة أخرى لهذه السيدة موظفة بالقطاع العام وزوجها تاجر في المواد الغذائية. أنا مع الزوج ديالي درنا تقريبا 20000 درهم عنده، وعشرة المليون درناها كباقة جماعية مع الناس، فهمتي؟ وكاينين المبالغ اللي هي كثيره. السيده هي ليدر معاه، كتاكد انها حتى الدقيقه 90 اللي هو قرر بها رب فيها فيرسات ليه 80 مليون، فهمتي؟ راها حاطه الشكايه ديالها. كاينين مبالغ كبيره على حسب حنا ما سمعنا، 140 مليون 120 مليون، بزاف ديال المبالغ اللي سمعناها كبيره بزاف. من طنجة إلى فاس، وجدة مرورا بالدار البيضاء وحتى العيون، عناوين الضحايا من مختلف جهات المملكة، والسؤال الوجودي كيف تم اصطيادهم؟ ماشي مسألة صيدنا، أنا حنا ما شفناش، هو كشخص ما شفناش. كيفاش تختفي؟ حنا كنتعرفوا مع السيدة اللي توسطت لينا عنده. واستغفلوكم؟ آه. القانون لا يحمي المغفلين. سواء كانت جرائم معلوماتية أو من الجيل الحديث، القانون المغربي يؤطرها بفصول عديدة. المشرع المغربي في المادة 58 من 8/31 الخاص بحماية المستهلك نص بصريح العبارة على منع هذا بأن النوع من البيع، وحدده في طريقتين. الطريقة الأولى إما إغراء مجموعة من الجمهور على الحصول على مستنتجات بشكل مجاني أو بثمن أقل، والحالة الثانية هو أن يقترح المستهلك القيام بجمع اشتراكات أو تقييدات عن تزايد هندسي لتعدد الأشخاص المشتركين أو المقيدين داخل مثلا تنقولوا تبيع لستوغ أو غير ذلك. يعتبر هذه المسألة ممنوعة في القانون المغربي. التداول الهرمي في حكم الشرع ممنوع، وفي حكم بنك المغرب أيضا ممنوع. من يأبه لذلك فمنعطف الخطأ والخطيئة سيان، خلفهما شيطان الطمع.